علينا مرة أخرى. طبعا دولتنا ضربت بهجوم إرهابي إسلاموي مرة أخرى في هذا الصباح. كان هناك 3 من مواطنينا الذين سقطوا ضحايا في نيس، في هذه الكنيسة نوتردام في نيس. من الواضح جدا بأن فرنسا هي التي هجمت. في نفس الوقت والذي كان لدينا طبعا موقع أو قنصلية فرنسية هجمت في المملكة العربية السعودية في جدة، وفي الوقت ذاته أيضا كان هناك اعتقالات في أرضنا. أود أن أقول هنا بأنه قبل كل شيء دعم الوطن كله، الأمة كلها للكاثوليكيين، لفرنسا وخارج فرنسا. بعد مقتل الأب أماد في 2016 الكاثوليك يهاجمون مرة أخرى في وطننا ويهددون، وقبل أحداث طبعا عيد جميع القديسين. الأمة كلها تقف إلى جانبكم وستقف حتى يستمر دينكم في أن يمارس بحرية في بلدنا، لأن بلدنا هذه هي مبادئنا، بأن الجميع يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن، ولكن الأديان كلها تحترم وتمارس. إذن اليوم الأمة كلها تقف إلى جانب مواطنينا الكاثوليك. الرسالة الثانية التي لدي هي لمدينة نيس سيد العمدة، لسكان نيس والتي مرت بجنون الإرهاب وهذا الإرهاب الإسلاموي. إنها المرة الثالثة التي يضرب فيها الإرهاب مدينتكم وسكانكم. أنا أعرف الصدمة التي طبعا تحس بها المدينة وكل الأمة وكل العالم الذي ينظر إلينا. أعبر لكم عن دعم وتضامن كل البلد. لو أننا هجمنا، إذا هجمنا مرة أخرى، فإننا هجمنا بسبب مبادئنا، بسبب عشقنا للحرية، بسبب الإمكانيات في بلدنا للإيمان بحرية وبأننا نتراجع أمام أي إرهاب. وأقول بكل وضوح مرة أخرى اليوم، نحن لن نتراجع بكل تأكيد. في هذا اليوم طبعا تم رفع درجة التأهب في فرنسا كلها للتأقلم مع هذا الوضع والتهديد الإرهابي. قررت بأن جيشنا سيذهب في الساعات المقبلة وسيتحرك وينتشر، وأيضا سيكون التحرك في إطار عملية سنتينيل من بين 3,000 و7,000 جندي في بلدنا، وأيضا سنسعى لنحمي كل أماكن العبادة وبكل تأكيد خاصة الكنائس حتى يتم إقامة عيد جميع القديسين في ظروف جيدة. سنحمي أيضا مدارسنا لعودة الطلاب. غدا سيكون هناك مجلس للدفاع، وطبعا نتخذ إجراءات جديدة في استمرار لما نفعله منذ أشهر بخصوص ما أعلنته أثناء خطاب في ميغو، وأيضا ما وضعناه حتى يبقى دائما. وأود أن أحيي كل الحكومة وتحركها، وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل. طبعا وزير العدل طبعا سيعطي ربما كل التفاصيل في الساعات المقبلة عن أحداث هذا الصباح وعما حدث تماما، وعن طبعا المعتقل. وأنا لا أستطيع أن أقول شيئا إضافيا هنا، ولكن أقول بأن إصرارنا قوي، وبأن سيكون هناك إجراءات أكثر لحماية مواطنينا. وإذن هذه رسالة حزم أود أن أرسلها اليوم. وأخيرا إنها رسالة أيضا للوحدة. في فرنسا ليس هناك إلا مجتمع واحد وهو المجتمع الوطني، وأود أن أقول لكل مواطنين أيا كانت ديانتهم بأن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، بأننا في هذه اللحظات علينا أن نتحد وأن لا نتراجع أمام روح الانقسام.
وأن لا نستسلم. طبعا مواطنون اليوم كلهم مصدومون من ما رأوه مرة أخرى من هذا الحدث. إذا أدعو مرة أخرى إلى وحدة الجميع. هذه هي الرسالة التي جئت لألقيها هنا في نيس، وأنا أعرف بأن المدينة والمقاطعة طبعا متألمة. لقد كنت قبل أسابيع فقط قبل الفيضانات هنا. دعم الوطن والأمة كلها لنيس ولكاثوليك فرنسا والحزم والوحدة، هذه هي الخطوط التي سنتبعها اليوم وسنستمر في متابعتها غدا. شكراً.